مساء الخير جميعا. هذه منطقة مارد في دومة الجندل. وش هذه ابو؟ هذا مارد بنان. هذا مسجد عمر. هذه مسجد عمر بن الخطاب. اي هذه اقدم مأذنة في الاسلام. هذه اقدم مأذنة في الاسلام. نعم. الله اكبر. حتى لو تلاحظ جاي على نفس البرج الفيصلية اللي في الرياض. سبحان نفس الديزاين تقريبا. من فوق سبيل. من هنا مدخل مسجد. هي هذه لوحة قديمة فور حفلة. ما شاء الله. هذا دخل المسجد. هذا نفس الأعمدة أبو بنان ما تغير أي شيء. لا بس الله ما السقف ممكن تغير. السقف ترميم التكحيل هذا لكن كحجر أبدا زي ما هو ولا في شيء تغير. لا إله إلا الله. تكلم عن تقريبا 1400 سنة أو أكثر. أكثر من 1400. هو بصر هنا لما جاء يقال عمر من هي راح فلسطين هو اللي يقال انها كانت كنيسه ويقال اصلا في شيء. هذا المنبر الان. هذا المنبر شوف ثلاث درجات ما شاء الله. لما تشوف النهي عن الصلاه بين السوالف اي تشوف النهي اي يعني واسع السقف جدا ما شاء الله. المحراب سبحان الله صغير جدا يعني الله يكفي شخص واحد. هذه الفتحات للمصاحف. هنا حاطين زي الأرفف نفس الشيء بعد حصى. سبحان الله عجيب. فيه روحانية عجيبة. وين البير أبو بنان؟ هذا بير داخل المسجد. مهمل يعني ولا فيه ماء؟ ايه في بس تحت يعني. ايه هذا المصلى الشتوي. هذا نسميه انه الخلوة. ايه مصلى الشتاء عشان في او انها مصلى النساء. لا لا ما يجي نساء ما يصلح. ايه هذا مصلى الشتوي في الشتاء البلد. في البلد يصلح مغلق. ايه والله هذا شوف هذا المحراب. ايه في البلد يصلح المحراب. في البلد يصلح. هذا بير القلعة. حتى الطوي شوف كيف الطوي. أي. شوف كيف الشغل حقها. ومن 1400 سنة هذا هو. هذا البير اللي كانوا عايشين عليه أصلا الحكومات اللي من حتى في عهد الدولة السعودية. أي. اللي يملك هذا مكان هذا حكم. مارد هذا كان فيه